بكل مشاهدينا من جديد. يمكن واحد من الحاجات المهمة اللي احنا حاسين فيها بالتغيير ان كل واحد بقى له مكان، كل واحد بقى بيقدر ياخد فرصته، مش لازم استنى فترة طويلة قوي علشان اقدر اخد فرصتي. لو انا مؤهل كفاية، لو انا مدرب كفاية، ممكن اقدر اتكلم واقدر اتواصل واقدر اتناقش واقدر يبقى لي مكان واقدر كمان الناس تستثمر فيا. الاستثمار في عقول الشباب ده واحد من اهم الاستثمار اللي ممكن، او انواع الاستثمار اللي ممكن تكون بتحصل. الشباب بقى لهم مكان وبقى لهم راي، ويمكن احنا لسه كنا بنتكلم عن واحد من اهم المشروعات القوميه اللي موجوده هنا في مدينه رشيد، اللي هو كان مينا رشيد، وده كان واحد من الافكار اللي طرحها الشباب في واحد من المؤتمرات. خلينا نتكلم اكتر عن اللي بيحصل هنا في رشيد، ازاي بيحصل نوع مختلف من تمكين الشباب. معانا مهند معروف، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، منورنا. اهلا وسهلا. اهلا. احنا طبعا اتكلمنا في فقره من الفقرات النهارده عن دعم المراه ودعم البنات الصغيرين حتى رياضيا كمان. مهم كمان نعرف ايه اوجه الدعم اللي قدمت للشباب، اللي انتم شايفينها او اللي انتم لمستوها بالفعل، اللي قدمت للشباب خلال الفتره اللي فاتت. احنا كشباب بصراحه يعني احنا فرحانين ان احنا لاقيين ده. كنا الاول ممكن صعب شويه ان انت تلاقي شاب مثلا بيطلع في لقاء حواري او حاجه، بس دلوقتي الحمد لله احنا كشباب في مرور الفتره اللي فاتت ديت كلها والفتره الاخيره احنا بنلاقي شباب حتى في الادوار الكبيره السياسيه موجوده في البلد. ده غير كده كمان ان احنا بنشوف شباب زي ما حضرتك قلتي، ان الشباب كمان موجوده بتطلع افكار، والافكار بناخد بيها، والافكار ديت بتقدم ان هي بتقدم مشاريع بعد كده، مشاريع قوميه، مشاريع كبيره بيتصرف عليها مليارات. فبمعنى كده ان ده دور او دي حاجه إثبات أساسي إن الشباب هنا في مدينة رشيد بيتسمع رأيهم. حاجة حلوة جدا إن احنا من صغرنا عندنا هنا في مراكز الشباب أو عموما البرامج اللي بتقدمها وزارة الشباب والرياضة التمكين السياسي. يعني أنا عضو في حاجة اسمها برلمان الشباب، هو برلمان شباب الجمهورية حاليا. برلمان الشباب دوت هو برنامج نموذج محاكاة لمجلس النواب، بيحاكي مجلس النواب إن احنا إزاي شباب في سن مثلا 16 سنة أو في سن 20 سنة إزاي بناخد الأدوار بتاعت أعضاء مجلس النواب، إزاي إن احنا بننزل الشوارع، بنعمل لجان تقصي حقائق، بننزل نبص بنشوف ايه الحاجات اللي احنا شايفينها او الحاجات اللي نفسها تحصل في البلد بتاعتنا. وبعد كده بنعمل جلسات مع مثلا رئيس الوحده المحليه لمدينه رشيد، وبنتم طرح عليه المقترحات ديت، بنتم طرح عليه توصيات لينا، وبالفعل الحاجات ديت بتتم ان هي تحصل. زي ما حصل في 2018 كانت جلسه كنت برقصها بوجود اللواء هشام امنه، كان محافظ البحيره وقتها. الجلسه ديت احنا كنا كبرلمان عملنا جلسة عرضنا فيها كل المشاكل وكل الحوارات وكل التوصيات بتاعة الشباب عن طريق محافظة البحيرة، وبالفعل الحاجات ديت بالتزامن مع التطوير اللي احنا بنشوفه. لا احنا دلوقتي بنشوف مثلا مهندس جاي بيعمل مثلا مدينة رشيد، لا انا عايز حد من الشباب اللي كان بيتكلم مثلا في مؤتمر قبل كده قال حتة معينة، لا انا عايز اسمعك. انا عايز مثلا مهندسين اللي يعملوا مدينه رشيد الجديده من نبض رشيد. انا عايز اقطعك واسالك، اتفضلي. احنا مش بنتكلم كده عن كوتا او تقسيمه الشباب لازم يبقوا موجودين وخلاص، المراه لازم تبقى موجوده وخلاص، لا احنا بنتكلم عن الاستثمار في الناس. يعني الشاب تمام. اللي طالع بيتكلم هو مؤهل، مش بيتكلم وخلاص. بالظبط. قعدنا فتره برضو بنسمع عن يلا نسمع يلا نسمع يلا نسمع، وكان في فتره كده الشباب او فئات مختلفه كانت بتتكلم لمجرد الكلام، لكن لما يبقى الشخص مؤهل، لما يبقى الشخص دارس، لما الشخص يبقى عارف هو بيتكلم في ايه، اعتقد هو ده الفرق، مش ان احنا مستنيين بس نتكلم وخلاص، وان الهدف ان الشاب يطلع يتكلم وخلاص. ما هو يعني اتفق مع كلام حضرتك، وده اللي بيتم فعلا فعله. يعني احنا مثلا في مراكز الشباب احنا بنعمل تأهيل الشباب مثلا سياسيا، احنا بنجيب مثلا الحاجات مثلا البرامج والكورسز والحاجات اللي موجوده مثلا مش موجوده في البلد، واحنا بنيجي احنا هنا مثلا نعملها، فدي حاجه كويسه، فده برده تمكين. يعني هو الشاب دلوقتي اللي بيتكلم مثلا في مجال السياسه، او ان انا اقف مثلا قدام مسؤول او اتكلم عليه او توصيه او حاجه زي كده، لا انا متدرب. يعني بيتم الاول تدريبنا ايه هي المحاور السياسيه اللي احنا نقدر نتكلم فيها. في مجلس النواب من فتره احنا كنا بنناقش المحليات، يعني نموذج المحليات اللي هو الشباب هيكون متواجد فيها بفكره كبيره. وطبعا ده مش اقصد كده ان الشباب متحيز او كده، بس حضرتك عارفه ان احنا دايما يعني عندنا انطلاقه، يعني احنا دايما منطلقين على فكره. هو حتى متحمسين. لو في حماس للشباب ما ده المطلوب، ده المطلوب ان الشاب يكون عنده حماس وخلاص بقى فكره يعني المسؤولين الكبار اللي بيفضلوا في اماكنهم وما عندهمش تجديد لازم يستعينوا بالشباب. بالظبط. حاجه مطلوبه وده اللي الدوله شغال عليه الفتره دي، هي تستعين بالشباب، والشاب لازم يكون عنده تصور للمشروع. يعني مثلا بالخبرات
طبعا بكل تاكيد طبعاً. ده اللي انا قلته بالفعل. ما احنا لازم يعني نبقى شاب متكاملين. تمام، شاب عنده تصور معين لمشروع معين، بيقدم هذا التصور بفكره كامله بالعائد بتاعه، مش بيحط اسمه خلاص. ومفيش شاب هيعمل حاجه زي دي غير لو هو كان فاهم المشروع ده كويس، فاهم ابعاده كويس. يهمنا في البدايه طبعا هي مصلحه البلد، ان احنا نشوف بلدنا كويسه، وده اللي احنا شايفينه طبعا دلوقتي في مدينه رشيد عن طريق يعني تطورات بتحصل سواء مدينه رشيد القديمه او الجديده. بس عموما هي في النهايه هي احنا شايفين بلدنا بتبقى حلوه. بلدنا سياده الرئيس من 2016 قال في مؤتمر الشباب ان هو البدء في تنفيذ او في وضع مدينه رشيد انها تكون مدينه سياحيه، فدي حاجه كويسه جدا. واحنا كرشايده يعني طمعين شويه، لا احنا بنطمع كمان في المزيد، ان احنا لا احنا عايزين تطوير اكتر. يعني احنا بصراحه احنا فرحانين جدا باللي بيحصل، ومحتاجين حاجات تانية تحصل اكتر. يعني احنا بنحلم من صغرنا ان رشيد دي اسوه بالاقصر، تبقى مجلس اعلى، فاحنا بنطمع لده، ده يحصل يعني ان شاء الله بعد كده باذن الله. ان شاء الله فكره وجود رشيد الجديده اعتقد متنفس كبير قوي للشباب. أكيد. الفتره اللي فاتت كان كتير قوي من الناس بتشتكي بالذات في المحافظات ان ما بقاش في مكان الناس تقعد فيه، ما بقاش في مكان لو الشباب عايزه تاخد بيت علشان تستقر فيه مش هيبقى متاح. اعتقد وجود مدينه جديده ده عمل فرق كبير جدا، جامعه واماكن سكنيه بالاضافه للخدمات طبعا، المينا، الكوبري اللي هيوصل ما بين رشيد القديمه ورشيد الجديده، كل ده اعتقد فارق كتير طبعا. بس زي ما حضراتكم شايفين اكيد يعني رشيد جميله رشيد خطيرة. سواء جديده او قديمه جميله، ربنا يكرمك. بس هي الفكره كلها ان احنا طبعا في حاجه مهمه جدا حضرتك قلتي عليها، وهي جامعه رشيد. انا مثلا كاخصائي تمريض الكليه بتاعتنا صعبه جدا، اللي هو احنا كل يوم عندنا سكاشن مثلا وكده، فبضطر ان انا اسافر مثلا من رشيد لدمنهور او رشيد لاسكندريه. فكون ان يكون في جامعه تتعمل هنا في ارض رشيد، دي حاجه نقله كبيره جدا لمدينه رشيد، تطور كبير جدا. المدن الشبابيه، المدينه اللي هي هتتعمل جديده، المساكن الجديده، التطورات ديت كلها احنا بالنسبه لنا يعني جميله. يعني انا شفت التصور اللي هو بيتعمل بعد كده، لا اماكن كتير جدا شكلها لو اتعملت احنا يعني ممكن نكون احسن من اوروبا. فمدينة رشيد مكانها سياحي جميل جدا، واستغلاله الصح هو ده اللي محفز الناس او محفز المسؤولين ان هم يستغلوا في رشيد. يعني احنا بنتكلم مثلا طبعا عن جمال مدينة العالمين الجديدة، بنتكلم عن مدن جميلة جدا بتتعمل. انا بقول للناس كلها دعوة عامة انه تعالوا شوفوا مدينة رشيد، تعالوا شوفوا انتوا تقدروا، يعني جميلة جدا بناسها زي ما حضراتكم قلتوا، ناسها جمال. تطور فيها اي حاجة طبعا، اي حاجة هتحصل فيها هتبقى نقلة كبيرة جدا، مش بس لمحافظة البحيرة بل لجمهورية مصر العربية كلها. لان وجود كمان مدينة رشيد الاثري، سواء حجر رشيد او متحف الرشيد اللي عندنا، او الاماكن الاثريه الاسلاميه سواء مسجد زغلول او مثلا اللي حصل احداث حمله فريزر، فكل الحاجات ديت لا احنا عندنا مدينه ميكس من كل حاجه. يعني فيها كده في جرعه سياحيه في وسط الكلام، في كل حاجه جرعه ترويجيه. اتفضل لازم نعمل يعني طبعا فرصه كبيره ان انتم موجودين عندنا هنا في بلدنا، وطبعا ده يبقى حماس لينا وفرحه. طيب لينا جدا الكلام ده بقى عن بلدنا. بيبقى داير بينك وبين اصدقائك اكيد. ما هو انا زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا يعني انا وزاره الشباب انا مش بس بسميها حاجات للفعاليات وكده، انا بسميها مدرسه. يعني الحاجات مثلا يمكن مثلا الجانب التعليمي احنا بنركز او بنفوكس على حاجات معينه، انما طب العمل السياسي، طب الوطنيه انت هتحب بلدك ازاي، ففي حاجات لازم احنا نركز عليها. في مثلا بننزل الشارع مثلا. أيوة. بنتكلم بجانب مع الشارع بقى الحاجات الرسميه سواء في وزاره الشباب والرياضه او في محاكاه مجلس النواب او برلمان الشباب، القعدات العاديه بتاعتكم وانتوا قاعدين مع بعض وانتوا سهرانين، في بعض الشباب بيكون عندهم اسئله واستفسارات، محتاجين وعي فقط، محتاجين يفهموا المشروع ده ليه اتعمل، هيفيدنا بايه. هل ده ممكن يكون حديث داير بينكم؟ هو احنا دايما هنا كرشيد بنبقى قلقين شويه. يعني احنا مثلا بنشوف او بنسمع اكيد ان في ميزانيه ضخمه بتتعمل، طب احنا عايزين نعرف الميزانيه، وطبعا ده من حق اهالي رشيد، طب الميزانيه دي هتتعمل ايه او ايه اللي بيحصل. فاحنا طبعا دايما يعني احنا كرشيد بنحب نشوف بقى يعني التطورات دي بتروح فين او ايه اللي بيحصل في البلد. لا وبالعكس احنا بنفرح يعني اي حاجه طبعا بتحصل لبلدنا او اي حاجه مثلا بتكبر مننا زي ما قلت لحضرتك، احنا اي حاجه بتحصل اكيد بنفرح بيها يعني. فدي حاجه كويسه. عادتنا مع الشباب طبعا بيبقى الوقت كله اللي هو انا ازاي مثلا
اكون موجود في مدينه رشيد والاقي كل يعني انا مثلا كشاب مثلا خلاص انا في بعد كده هكون اسره، طب انا مثلا لو قعدت في مدينه رشيد هل كل الخدمات هتبقى موجوده حواليا؟ مش هحتاج مثلا ان انا اطلع محافظه بره او اطلع مثلا اروح العاصمه بتاعه محافظه البحيره. حق ان هو يسال ويستفسر وواجب على الدوله ان هي تعمل كده، وده بالفعل الخطه اللي احنا ماشيين عليها. احنا طبعا بنشكرك طبعا لضيق الوقت. شكرا ليك مهند معروف من مدينه رشيد. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم.